احنا سكان منطقة المعلم رانا نطالبوا في السلطات ونطالبوا في الجزائر الجديدة. الحمد لله عندنا رئيس، عندنا والي، عندنا شاف دائرة، عندنا مجلس الشعبي البلدي. احنا سكان المعلباء هذا رانا ما شفنا منهم حتى واحد. رانا نطالبوا في الغاز، احنا الجعبة يا اخ ماخذ علينا حنايا ما كانش حتى ثلاث مرات. راسلنا الوالي، راسلنا شاف دائرة، راسلنا المجلس الشعبي البلدي. ودوك رانا في وقفة احتجاجية ما نخسروا ما نا حتى شيء. رانا نطالبوا في دولتنا الجزائر الجديدة ما تعطينا الغاز. احنا دوكي احنا الحمد لله دوكي وليداتنا راهم يصحنوا على المازوت، رانا في 2024 احنا مازال الديار هذوك تسايتي تخدم بالحطب، رانا في 2024 وراهي الجزائر الجديدة. نطلب من السلطات التدخل العاجل، نطلب من السلطات التدخل العاجل في اقرب وقت. كثر خيركم ويرحم والديكم. اخويا احنا ندور المطلب الشرعي والسماح للغاز، رانا في منطقة باردة معروفة على مستوى الوطن كاع. احنا راه هاي الغاز نعانوا من قطع الغاز، المخزن الغاز عندنا من البايب، وحنا راه في المنطقة هذه راه معروفة كثافة سكانية من هاد المشاريع المعلبة منطقة المجبارة ولاية جلفة على طبيعة الحال. المطلب الأساسي والوحيد رانا احنا رانا كنا البرد، رانا سوفرينا ما حاجة ما عنديش بها المثل. واحد انا واش تقول فيه، قلت انا المولى ماشي لاحق 50 سنه راني نقول في عمري 100 ورا ما عارف فين. حنا المنطقه راه تعاني وتعاني اكثر يوم من المنطقه. والمطلب الثاني المنطقه منطقه معروفه منطقه فلاحيه، اننا خاصنا الماء مثلا المسالك رانا ثاني نعانوا في المنطقة هذه، راها في الشتاء وفي البرد وفي كذا، المسالك رانا ما نحصلوا فيها. الوليدات في التنقل حتى وكاين النقل ماهيش ما كانش، بصح النقل راه ناقص كلها كاع ماشي اللي يسمع، راه كاين الترولين في 98 قطر. والماء. بالنسبة للغاز احنا رانا الأكثرية عندنا هذا مطالب، ولكن الأكثرية اللي أنا نعانوا منها هي الغاز. الجعبة راها بايب هاي محضة منها، كاينة بايب على السريطيات، كاينة بايب هاي تاخذ على الجلفة بيننا وبينها. احنا راه عندنا أربع رزوات بالنسبة لنا احنا، مش قالوا ودي راها بعيدة ولا منطقة، ورانا راها كل الناس راها قادرة باش تعاون الدولة. نطلبوا من السلطات المحلية من كلهم، راه عندنا مطالب وعندنا تقدمنا للسيد الوالي البلدية السوبريفي كاع رانا رحنا لهم. ولكن ودي احنا بالنسبة لنا اللي نتحدث عليها قلت لك المطلب الأساسي والواحد ودي اللي ما عندناش عنا نعاودوه عدة مرات نكرروه هو الغاز. رانا هذا اللي نعانوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا مجموعة مش مجموعة مجموعة لا تعد ولا تحصى من القواشي كما نقولوا، ما نعرفوش نعبروا بصح الله غالب هذا اللي كان. نطالب بالغاز، احنا منطقة المعلبة، احنا رانا محسوبين من منطقة الظل. تمينا انسان طالبوا بالغاز حتى ولات منطقة من الظل، ولات منطقة الظلمة. أولادنا هاهم راهم هاهم يطالبوا بالغاز، هاهم ينقلوا في القرعة تاع الغاز، راه من 20 كيلو 30 كيلو القرعة تاع الغاز راه ب 100,000. احنا رانا كبرنا قدام الوقت، جعبة الغاز هاي عاقبة هاي وراها دول في طريق ناسيونال هاي وراها هاي رقم 46. جعبة تاع الغاز هاي عاقبة في بلداننا، مفزدتنا بلداننا عهاك المدرسة. وليداتنا راهم يقراو عبر المازوت، عم عادوا ما يجوش اللي يكون قام البرد. سكانهم كاين الكثافة وكاين الطرق كيما نقولوا البيست، كاين وين عقبوا الغاز. الصرف الصحي مخدوم، طالبنا الجهات كاملة، طالبنا البلدية وطالبنا الدائرة وطالبنا الولاية وطالبنا احنا نطالب رئيس الجمهورية في حد ذاته. ما عندنا صعوبات، خصنا الترونسبور للوليداتنا تاع المدارس، وخصنا الغاز. المطلب الوحيد والاساسي والرئيسي هو الغاز. الجعبة عاقبة منا. من جعبة الكبيرة كيما نقولوا حنايا، راه عاقبة من هنا.
وراه الناس راه مزات رانا في الوقت الحجري، راه نزلنا نسخنوا بعويدات وبالنيل وبالماء نشعر به، والغاز كاين، وحنا راه منطقة الظل راه ما شافوش لينا كاع، طالبناه مهدا مرات مش مرة واحدة. وشكرا. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.